اليوم كان معرضي الفني الأول. تضمن المعرض مجموعة من اللوحات المتعددة، لوحات زيتية، لوحات تخطيط، لوحات بالألوان المائية. كان المعرض بإشراف الأستاذ حيدر، وطبعاً أنا أشكر كلية الفنون الجميلة على أنه تاحت لي الفرصة أنه أقدم معرض المتواضع بها، ومتمثلة بعميد الكلية ورئيس القسم. المعرض كنت أريد أوصل رسالة أنه الفن هو مو بس ألوان وتخطيط وخطوط، لا، وإنما هو الفن روح، يستطيع الإنسان من خلاله يمثل تعابيره وأحاسيسه وروحه بكل لوحة بالمعرض. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمعرض ومشاهدة. شكراً جزيلاً.